حلقة جديدة هنتكلم فيها عن قائمة منتخب مصر لشهر مارس 2023، مين اللعيبة اللي هتنضم للمنتخب، مين لعيبة من الاهلي تنضم، مين لعيبة من الزمالك تنضم في ظل تراجع المستوى الرهيب في الاهلي وفي الزمالك، وان اللعيبة حالتهم الفنية مش احسن حاجة، مين يستاهل ويستحق الانضمام لمنتخب مصر فعلا في فترة صعبة جدا على الكرة المصرية كلها، على الاهلي وعلى الزمالك وعلى المنتخب كمان. وهنتكلم عن قرعة كاس الرابطة اللي خلصت خلاص، عرفنا مشوار النادي الاهلي وعرفنا مشوار الزمالك، هكلمك عن نظام البطولة وعن مشوار كل فريق هيقابل مين، وهل هيخبطوا في بعض بدري ولا في النهائي، فتفاصيل كتير معنا في الحلقة. قولي رأيك في الكومنتات، اهم من اي حاجة قولي انت شايف مين اللي ينضم المنتخب مصر من النادي الاهلي ومين من نادي الزمالك، وقولي انت اهلاوي ولا زملكاوي، يعني عايز كل كومنت كده تقولي اللعيبة الاسامي دي من الاهلي تنضم والاسامي دي من الزمالك تنضم، وقولي انت زملكاوي ولا اهلاوي، نشوف اراء الناس ونبص على الكومنتات كده، هقرا الكومنتات كلها، واي سؤال عندك اساله لي في الكومنتات برضو. ما تنساش تخبط لايك شير على قد ما تقدر عشان الحلقه توصل لكل الناس، اشترك في قناتي على اليوتيوب وفولو لصفحتي على الفيس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا نبدا، والبدايه على طول الاول هتبقى من كاس الرابطه اللي هنتكلم عليها سريعا، بعد كده نخش بقى ونتعمق في قائمه المنتخب، مين من الاهلي هيروح ومين من الزمالك هيروح، ونشوف الدنيا عامله ايه. الاول كاس الرابطه، القرعه اتعملت النهارده خلاص، عندك 16 فريق هيكونوا موجودين، والمرة اللي فاتت كانت معمولة 3 مجموعات، لكن المرة دي نظام كاس صريح، 2 يلعبوا بعض، الخسران يخرج الكسبان يكمل. ال 16 فريق، الاهلي وقع قدام المصري البورسعيدي، وفي طريقه بعد كده لو عدى من المصري وراح على دور ربع النهائي هيلاعب الكسبان من غزل المحلة والاسماعيلي، مباراة قوية، مباراة جماهيرية بين الغزل وبين الاسماعيلي، ومباراة برضو جماهيرية بين الاهلي وبين المصري. اما الزمالك فيلعب مع البنك الاهلي، فريق مش جماهيري خالص، لو كسب البنك هيلاعب يا اما سموحه يا اما سيراميكا كليوباترا، برضو فرق اقل جماهيريه، سموحه طبعا ليها جماهيرها الاسكندرانيه، لكن سيراميكا كليوباترا برضو فريق ملوش جماهير، ده المباراه الثانيه للاهلي والمباراه الثانيه لسيراميكا. طيب الاهلي في طريقه مين؟ في طريقه واحد من فايز من 4 فرق اللي هيروح لنص النهائي، المقاولين هيلاعب حرس الحدود، والناحيه الثانيه فيوتشر هيلاعب طلائع الجيش، الكسبان من هنا يلاعب الكسبان من هنا، واللي يكسب فيهم يروح لنص النهائي، هيبقى في طريق النادي الاهلي. اما الزمالك ففي طريقه واحد من 4 فرق في نص النهائي، الاتحاد هيلعب مع فاركو مباراه قويه، والناحيه الثانيه بيراميدز هيلعب مع انبي برضه مباراه قويه، الكسبان من هنا يلاعب الكسبان من هنا، واللي يكسب فيهم يروح للزمالك في نص النهائي. ده طبعا على افتراض ان الاهلي والزمالك يكسبوا ماتشاتهم ويوصلوا النص النهائي، لان الماتشات دي كلها هتتلعب في وقت التوقف الدولي، في وقت المنتخبات، فكل اللعيبه الدوليه مش هتبقى موجوده، فدايما الاهلي والزمالك ومن بعديهم بيراميدز وفيوتشر الفرق القوية في الدوري اللي هي المفروض ان هي تاخد البطولات على الورق، لعبتها بتبقى موجودة في المنتخبات، فبيلعبوا تقريبا بالتيم التاني وباللعيبة اللي مش دولية، فما بيكونوش بالفريق بتاعهم الاساسي عكس الفرق التانية. يعني انت الاهلي هيلعب مع المصري، المصري مين فيها يروح للمنتخب؟ تقريبا ولا لاعب، لكن الاهلي هتلاقي منه 8 9 10 لعيبة بيروحوا منتخبات، فهتلاقي الاهلي ناقص عدد كتير جدا، والمصري كامل السكواد بتاعه. نفس الكلام مع الزمالك، الزمالك السكواد بتاعه هيبقى ناقص جدا لان كل اللعيبة في المنتخبات، اما البنك الاهلي فكل اللعيبه حاضره وموجوده، فعشان كده فرص الاهلي والزمالك في البطوله دي ما بتبقاش احسن حاجه. ده بالنسبه لبطوله كاس الرابطه، قول لي رايك في الكومنتات، شايف مين اللي هيكسبها السنه دي، مين هيكون بطل كاس الرابطه للنسخه الثانيه ليها بعد ما فيوتشر خد النسخه الاولى. ده كده بالنسبه لكاس الرابطه. خلينا ندخل بقى على منتخب مصر اللي عنده معسكر هيكون في مارس، عشان عندنا مواتشات تصفيات امم افريقيا، عايزين نصعد لامم افريقيا، بقينا بنشيل هم الصعود بعد ما كانت بطوله امم افريقيا دي بنروح زي السلام عليكم ناخدها ونمشي. في ايام كابتن حسن شحاته والجيل الذهبي لمنتخب مصر بقياده محمد ابو تريكه، خلينا اكلمك بقى عن الاهلي وعن الزمالك، نبص على السكواد ده وده ونشوف مين اللعيبه اللي تستحق الانضمام للمنتخب، وما تبصش على اخر ماتشات بس، لان اخر ماتشات الاهلي لسه شايل 5 من صن داونز، اخر ماتش للزمالك لسه مغلوب 2 من انبي، ما تبصش على اخر ماتشات، لا بص على الفتره الاخيره للعيبه، فتره كامله كده، وشوف مين اللعيبه اللي تستاهل الانضمام للمنتخب. خلينا نبدا معاك الاول كالعاده بالنادي الاهلي، عايز اتكلم الاول عن المحترفين، بعد كده نتكلم عن قائمه منتخب مصر واللعيب اللي هتنضم لمنتخب مصر. محترفين النادي الاهلي، على راسهم علي معلول نجم منتخب تونس، هل يستحق الانضمام ولا لا؟ مستواه متراجع، طبعا متراجع، لكن اعتقد ان علي معلول هيكون موجود مع المنتخب التونسي، ما عنديش شك في ده، علي معلول يستحق التواجد لسه، وفعلا لاعب مهم، وحتى لو مهتز الفتره الاخيره، لكن يظل علي معلول بقدراته وامكانياته الكبيره جدا. طيب تاني واحد اليو ديانج في
نص الملعب اللي بيمر بأسوأ فتراته من ساعة الانضمام للنادي الأهلي بسبب بقى العروض اللي جايه له والكلام الكتير ده. لكن أعتقد إن أليو ديانج برضه هينضم المنتخب مالي وهيكون موجود مع المنتخب. عندك بيرسي تاو شفناه وهو بيتألق قدام سان داونز وخلاص هو انضم اوريدي كده كده لمنتخب جنوب أفريقيا وهيكون موجود معاهم. عندك كمان أحمد قندوسي اللي بينضم لمنتخب الجزائر في آخر بطولة كان موجود معاهم، لكن للمحليين لما بقى الأجانب والمحترفين يجوا ممكن ما ينضمش قندوسي، ممكن جدا لأنه ما بيشاركش باستمرار أصلا في ماتشات الأهلي الأخيرة ولسه ما عملش بصمة كبيرة مع النادي الأهلي، ده من وجهة نظري. عندك كمان برونو سافيو طبعا عمره في حياته ما ينضم لمنتخب البرازيل، دول محترفين النادي الأهلي. خلينا نخش على محترفين الزمالك قبل ما نتكلم على منتخب مصر وده الكلام الأهم بالنسبة لنا. بالنسبة لمحترفين الزمالك عنده مين بقى الزمالك؟ الزمالك على رأسهم حمزة المسلوسي، هل ينضم لمنتخب تونس؟ شايفه أقل بكتير جدا والله من نادي الزمالك ومن منتخب تونس، ومش بتكلم عشان بقى زمالك وأهلي هنا، احنا بنتكلم على منتخبات دلوقتي فكك من الفرق خالص. شايف إن حمزة المسلوسي دي أفضل فتراته مع الزمالك، لكن برضه في أفضل حالاته هو مستواه متأخر جدا بالنسبة لي، ممكن ينضم الله أعلم. لو أنا اللي هختار مش هضم حمزة المسلوسي أبدا. ده على مستوى خط الظهر. بعد كده الوينجات في أحمد بالحاج منتخب المغرب، طبعا عمره ما ينضم بعيد جدا عن منتخب المغرب القوي جدا جدا اللي مدجج بالنجوم، فأحمد بالحاج أكيد بره ولسه أصلا ما بيشاركش مع الزمالك بشكل مستمر. عندك إبراهيم نضاي أكيد طبعا عمره ما ينضم لمنتخب السنغال، منتخب مدجج بالنجوم هو كمان، صعب جدا انضمام إبراهيم نضاي اللي أصلا ما بيشاركش برضه مع الزمالك. وسامسون أكينولا أكيد برضه مش هينضم لمنتخب بلاده. وأخيرا سيف الدين الجزيري اللي بينضم دايما لمنتخب تونس لكن برضه مستواه سيء جدا جدا من وجهة نظري. فمحترفين نادي الزمالك كلهم حرفيا ضايعين، ودي مشكلة الزمالك الكبرى دلوقتي، إن محترفينك اللي المفروض يكونوا أعلى من إمكانيات اللعيبة المصرية اللي أنت جايبهم من بره يقبضوا بالدولار عشان يعلوا فريقك، الخمسة ضايعين في نادي الزمالك، ودي أسوأ حاجة موجودة عند الزمالك دلوقتي أكتر من اللعيبة المحلية اللي أدائهم غير جيد في الزمالك وفي الأهلي. خليني بقى أتكلم عن منتخب مصر وعن النادي الأهلي ونبدأ كده بمركز مركز. الأول مركز حراسة المرمى، مين من الأهلي ممكن يروح المنتخب؟ الكلام طبعا عن محمد الشناوي، هل يستحق إنه يروح للمنتخب ولا لأ؟ بيني وبينك مستوى محمد الشناوي سيء جدا، ما يستاهلش إنه ينضم للمنتخب. لكن هل في حراس في الدوري المصري تروح للمنتخب أربع حراس يخلوا الشناوي ما يروحش؟ أعتقد لأ طبعا، فعشان كده الشناوي هينضم للمنتخب. هل هو مستوى جيد؟ لأ مش مستوى جيد، لكن هينضم عشان ما فيش ناس تانيين في الدوري المصري، عشان لما هتيجي تبص على الزمالك هتعرف إن الدنيا بايظة هناك كمان. ده لما تيجي تبص كده في الزمالك، خلينا نتكلم عنهم دلوقتي وناخدهم مركز مركز، زمالك وأهلي، مش هكلمك عن الأهلي لوحده والزمالك لوحده. يبقى مركز حراسة المرمى في الزمالك عندك محمد صبحي ومحمد عواد، أصلا الاتنين مفهومش حد ثابت، يعني عواد كان هو اللي ثابت، دلوقتي مركون على الدكة ليه 3 ماتشات ولسه صبحي هو اللي مستمر. طب هل صبحي مأدي أداء رائع مثلا ومكسر الدنيا؟ لا، لسه في ماتش إنبي اللي فات جاي فيه جولين ومنهم جول من بين رجليه والدنيا برضه مش أحسن حاجة. طب مين ينضم من الزمالك؟ أقول لك إن الحارس اللي هيكون أساسي في آخر ماتشين الجايين دول هو اللي هينضم للمنتخب، لو صبحي هو اللي ثابت هياخده صبحي وهيطير عواد، وكده كده اللي هيشارك بشكل أساسي أعتقد للأسف محمد الشناوي، لأن مفيش منافسة حقيقية في مركز حراسة المرمى في المنتخب. فالشناوي هيتاخد من النادي الأهلي وشايف إنه لا يستحق كمستوى، لكن بالنسبة لإن مفيش حراس فهيتاخد. محمد صبحي هو اللي هيتاخد من الزمالك لأن في منافسة في الزمالك ومفيش حارس مستقرين عليه، وبرضه الاتنين مستواهم متراجع للأسف. حراس المرمى في مصر سيئين جدا، لازم يكون في عين على باقي الحراس اللي موجودة في الدوري. بص على أبو جبل، المشكلة أبو جبل برضه الدنيا وحشة جدا، البنك الأهلي أصلا حالته سيئة جدا وبينافس على الهبوط. طب مين يا جدعان؟ مين حارس مرمى يستحق يكون حارس مرمى منتخب مصر؟ قول لي رأيك أنت يا ابني في الكومنتات، يمكن يكون عندك نظرة. أنا لسه في حارس مش مركز معاه، نركز معاه ونشوفه عامل إيه ونشوف أرقامه كده. ممكن ناس تقول لي أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز برضه شايفه مش أحسن حاجة، ممكن ناس تقول جنش حارس مرمى فيوتشر برضه شايفه مش أحسن حاجة، فقولوا لي آرائكم في الكومنتات. خلينا ندخل بقى على خط الظهر وخط الدفاع في الأهلي وفي الزمالك. نبدأ بالأهلي، أولهم طبعا محمد عبد المنعم سيرد باك منتخب مصر الأساسي من وجهة نظري، ده يستحق بكل قوة أديله كده ختم النسر، إن محمد عبد المنعم لاعب دولي ولاعب لمنتخب مصر يستحق التواجد ولاعب قوي جدا، ده بالنسبة لمحمد عبد المنعم. طب بص مين جنبي؟ رابعة أكيد، لأ متولي أنا شايف إنه سيء جدا، مع إن ممكن ينضم لأنه خلاص رجع من الإصابة وممكن جدا يتاخد لقائمة منتخب مصر، مع إني شايفه ما يستحقش الانضمام للمنتخب تماما، مستواه سيء جدا، لكن ده واحد في الحسابات اللي ممكن يروح منتخب مصر. ده كده بالنسبة لخط ظهر النادي الأهلي، ياسر إبراهيم لأ، أيمن أشرف لأ، الأهلي ما فيهوش غير محمد عبد المنعم من وجهة نظري اللي يستحق الانضمام. طب بالنسبة للزمالك
الزمالك الناحية التانية. الزمالك عنده في خط الظهر حسام عبد المجيد ده اللي ممكن ينضم، وشايف برضو أداؤه سيء جدا الفترة الأخيرة وما يستحقش هو كمان الانضمام. هتقولي أمال مين اللي هينضم؟ هقولك والله ما عارف، مصر الكرة المصرية حالها سيء جدا الفترة الأخيرة. هقولك إن أحمد حجازي كده كده هيجي، موجود معاه محمد عبد المنعم، والونش من الزمالك طالما رجع من الإصابة مع إنه ما بيلعبش بقاله 7 شهور، بس الونش يظل الونش، لازم يكون موجود في منتخب مصر ولازم ينضم. يبقى من الزمالك الونش ومن الأهلي محمد عبد المنعم بس في خط الظهر ده من وجهة نظري. طبعا بقى هتقول لي عبد الغني، هتقول لي الزناري، هتقول لي حسام عبد المجيد، شايف كل دول سيئين جدا، افضلهم حسام عبد المجيد شويه، هو اللي ممكن يكون تحت الميكروسكوب هو ومتولي كده، ممكن حد فيهم يروح للمنتخب، وانا شايف ان استبعاد الاثنين هو العدل. طب بالنسبه للباك رايت في المنتخب، مين يكون باك يمين منتخب مصر؟ انا شايف ان عمر كمال عبد الواحد افضل واحد وهو اللي لازم يكون موجود. في الاهلي هل محمد هاني او خالد عبد الفتاح؟ خالد عبد الفتاح ما بيلعبش فاكيد مش هينضم. طيب محمد هاني، محمد هاني هينضم مع انه سيء جدا برضو، مستواه مهتز في الفترة الاخيرة بعد ما عمل 3-4 ماتشات جيدين جدا، رجع تاني مستواه ينزل، لكن محمد هاني هينضم للمنتخب وانا موافق على الموضوع ده، لان لما تبص الناحية التانية في الزمالك هتلاقي المسلوسي ده كده كده لاعب محترف، وهتلاقي عمر جابر. عمر جابر يا جدعان اللي محمد صلاح هو بس السبب الوحيد في انضمامه لمنتخب مصر، لكن اداؤه ما يصلحش ان هو يلعب في الزمالك اصلا. هل هينضم ولا لا؟ هل برضو فيتوريا هياخده عشان محمد صلاح بيحب عمر جابر، ولا محمد هاني اللي هيكون موجود؟ انا شايف محمد هاني وعمر كمال، وعمر كمال هو اللي يكون رقم واحد، ومحمد هاني يجي رقم اتنين من بعديه. ولو شايف في باك يمين ممتاز في الدوري المصري فيه هشام صلاح لعيب كويس، قول لي واكتب لي في الكومنتات وجهه نظرك برضو في كل مركز. ده بالنسبه للباك رايت، شايف ان محمد هاني بس اللي ينضم من الاهلي ومن الزمالك ما يتخدش حد. طب بالنسبه للباك ليفت، الاهلي اصلا ما فيش غير علي معلول اللي موجود مع منتخب تونس، بعديه يجي محمد اشرف لعيب صغير في السن عمره ما ينضم طبعا، ولعيب اصلا ضعيف فنيا حتى الان، الله اعلم في المستقبل يبقى ايه. بالنسبه للزمالك موجود عندهم محمد عبد الشافي عمره ما ينضم لحكم السن، خلاص محمد عبد الشافي يعني بيقرب للاعتزال. عبد الله جمعه طبعا مش موجود، احمد ابو الفتوح المفروض باك شمال منتخب مصر الاساسي، اعتقد طبعا انه هينضم مع اني شايف انه ما يلعبش. هتقولي ما يلعبش ليه؟ هقولك لان من بعد مشكلة احمد ابو الفتوح مع المستشار مرتضى منصور وموضوع المخدرات والكلام ده، فتوح ما رجعش فتوح بتاع زمان، فتوح سيء جدا مع الزمالك، فانضمامه لمنتخب مصر عشان برضه ما عندناش باكات ليفت محترم. لكن محمد حمدي لاعب بيراميدز اعتقد انه هيكون رقم واحد ويجي من بعديه فتوح. يبقى بالنسبة للباك ليفت واحد بس من الزمالك، احمد ابو الفتوح، وهيكون رقم اتنين مش رقم واحد، والاهلي طبعا ما فيهوش حد. خشلي بقى على الديفندرات وعلى نص الملعب. بالنسبه لنص الملعب انت عندك محترفين كتير، فالنظره هتبقى عليهم قبل الاهلي والزمالك كمان. عندك امام عاشور في الدوري الدنماركي، عندك طارق حامد في الدوري السعودي، عندك كمان محمد النني لكن مصاب، فكده كده هتاخد طارق حامد وامام عاشور وهترجع تبص على الدوري المحلي على الاهلي والزمالك. خلينا نشوف اللعيبه اللي متاحه هنا والمتاحه هنا. الاهلي عنده عمرو السوليه، عنده حمدي فتحي، عنده مروان عطيه، وعنده محمد مجدي قفشه، 4 لعيبه موجودين في النادي الاهلي. قدام الزمالك في عنده دونجا، وفي عمرو السيسي، وفي سيف فاروق جعفر، وفي رؤى، الاربعه في نادي الزمالك شايف ان فيهم 3 عمرهم ما هينضموا للمنتخب لا دلوقتي ولا بعدين، ادائهم سيء جدا. سيف فاروق جعفر هو اللي ممكن تبص وتتكلم عليه، اما الاهلي فعنده عمرو السوليه دولي طبعا وكان كابتن منتخب مصر في فترات كتيره، عنده حمدي فتحي بينضم للمنتخب على طول، عنده قفشه المفروض انه بينضم للمنتخب بس بعدهولي وركنهولي دلوقتي، ده اداؤه كلمه سيء دي كلمه قليله عليه، عمره ما هينضم طبعا. وفي مروان عطيه اللي كويس جدا في الفترة اللي فاتت مع الاهلي. شايف مين ينضم من الرباعي ده؟ من السوليه وحمدي ومروان عطيه وسيف فاروق جعفر، 4 لعيبه في الاهلي وفي الزمالك. طبعا لسه في كمان نظره على باقي الدوري المصري، في بوبو مميز جدا، في مهند لاشين مميز جدا جدا، في كمان في بيراميدز لعيبه في نص الملعب، فانت هتبص على الدوري كله. لكن انا عايزك تقول لي من دول مين يستحق الانضمام. عمرو السوليه لسه راجع من الاصابه، مستواه مش احسن حاجه مع النادي الاهلي ومصاب بقاله شهر تقريبا. حمدي فتحي مستواه مهتز مع النادي الاهلي. مروان عطيه مستواه كويس وكل حاجه لكن لسه ما لعبش كتير مع الاهلي في الفتره الاخيره. سيف فاروق جعفر مستواه كويس مع الزمالك لانه نص الملعب واقع كله، لكن برضه لعيب صغير في السن ولسه مش مخضرم وما راحش منتخب كتير. شايف مين اللي ينضم في الرباعي ده؟ قول لي رايك انت في الكومنتات. انا من وجهه نظري لو هختار هيبقى عندي طارق حامد وهيبقى عندي امام عاشور، الاثنين هيكونوا موجودين معايا، 1-6 و1-8، يبقى انا محتاج 1-6 تاني و1-8 تاني. هاخد عمرو السوليه صراحه هيكون موجود معايا
في منتخب مصر. عمرو السولية اداؤه كان كويس مع النادي الاهلي، الاصابه هي اللي بعدته، رجع من الاصابه وخلاص شارك المباراه اللي فاتت وهيلعب الماتشين الجايين. عمرو السولية يكون موجود معايا، ومين اللاعب اللي يكون دفاعي جنبه؟ هاخد حمدي فتحي الخبرات، وحمدي فتحي مستواه مش اسوأ حاجه برضو مع النادي الاهلي، الاهلي متراجع اه كله، لكن هاخد السولية وهاخد حمدي فتحي، ده من وجهه نظر انا، وهما الاثنين مش احسن حاجه خلي بالك، لكن انا بختار في القماشه المتاحه عندي. يبقى انا من الزمالك مش هاخد حد في نص الملعب، ومن الاهلي هاخد السولية وحمدي. وقول لي رايك انت في الكومنتات، لو شايف ان سيف فاروق جعفر يستاهل الانضمام استنى اشوف كومنتاتك. ده كده بالنسبه لنص الملعب. خش لي بقى على الوينجات. الوينجات برضو عندك محترفين كتير، في طبعا محمد صلاح، في تريزيجيه، في عمر مرموش، واعتقد ان الثلاثه افضل من اي حد محلي، بالاضافه لاحمد السيد زيزو لاعب الزمالك اكيد هيكون موجود لانه مميز جدا في الزمالك وهو الفرقه تقريبا عندهم. يبقى كويس الزمالك كويس، يبقى وحش الزمالك يبقى وحش. فزيزو اكيد هيكون موجود. في كمان اللي ممكن تبص عليه في الزمالك يوسف اسامه نبيه، هو اللي ممكن تبص عليه، لعيب كويس لكن انا شايف انه بعيد جدا لسه عن المنتخب، صعب جدا انضمامه. هتقول لي يا عم ليه يوسف اسامه يستاهل، يوسف اسامه لاعب كويس الزمالك، هقول لك لا انا شايف ان في ناس افضل منه، لانك عندك ثلاثه محترفين ومعاهم زيزو، وعندك تاني بقى لعيبه كتير، في احمد رفعت كمان محترف ممكن جدا جدا يكون موجود، لعيب مميز، في رمضان صبحي مثلا من بيراميدز، وفي لعيبه مميزه كتير، زائد ان في الاهلي احمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. طاهر انا استبعده تماما، لكن الشحات لعيب مميز جدا، هو مصاب دلوقتي، لو رجع من الاصابه الماتشين الجايين الشحات يستحق الانضمام للمنتخب، واحمد عبد القادر نفس الكلام، بس ممكن تاخد واحد في الاثنين، صعب تاخد الاثنين كده، لان هيبقى عندك عدد وينجات كبير جدا. طبعا الثلاثه المحترفين هم على راس القائمه، محمد صلاح، تريزيجيه، عمر مرموش، ومن بعديهم احمد رفعت، والله شايفه قبل كل لعيبه الاهلي والزمالك برضو، بعد كده يجي زيزو وحسين الشحات، ده من وجهه نظر انا. خش لي بقى على مركز راس الحربه، المركز الاخير، مركز الضحك في مصر، ما عندناش غير مصطفى محمد اللاعب المحترف، لكن دلوقتي اهلي وزمالك مفيش مهاجم تقدر تعتمد عليه، الزمالك عموما ما عندوش مهاجمين مصريين، هو ناصر منسي وما بيلعبش، ده لسه جاي وما لعبش تقريبا خالص، شارك في دقايق قليله جدا كده، عنده سيف الجزيري وسامسون ضحك في خط هجوم الزمالك، نفس الكلام عند النادي الاهلي، عندنا شادي حسين عامل فورم تامر حسني في سيد العاطفي كده، جاي يهزر عندنا في الاهلي بصراحه، عندك محمد شريف، لسه محمد شريف بيمشي على سطر ويسيب سطر، لكن هو اقرب الناس اللي ممكن تنضم للمنتخب في مركز المهاجم، ممكن جدا يكون محمد شريف. في كمان محمود عبد المنعم كهربا اللي مميز جدا الفتره الاخيره، لكن مشكله الايقافات اللي عنده دي ومشكله الغرامه والكلام ده مخلي دايما عقله وعقل الجماهير ان كهربا لسه مش 100% موجود، لاعب جاهز بيلعب معاك، كهربا دايما كده انت مستني تشوف هل هيتوقف ولا هيكمل لعب، هل هيتم ايقافه ولا هتدفع الغرامه والكلام ده كله، فهل كهربا ممكن ينضم ولا لا؟ قول لي رايك في الكومنتات. شايف خط الهجوم محمد شريف بس اللي ينضم للمنتخب؟ تخيل وانا بختار سكواد منتخب مصر عمال بحسس كده على الفريقين ومفيش لعيب يستحق الانضمام بمستواه بمنتهى القوه، كل مركز عمال اقول لك لان مفيش هضطر اخد كذا، لان مفيش لعيبه مميزه هضطر اخد فلان، لكن مفيش حد تقريبا قلت انه لازم ينضم للمنتخب في الاهلي والزمالك، تقريبا في الاهلي اللي يستحق الانضمام بمستواه محمد عبد المنعم، والله بس والله بس فعلا، يعني مش لاقي لاعب تاني يستحق الانضمام بمستواه القوي في الفترة الأخيرة، مفيش، يعني كل الباقيين بتاخدهم لأن مفيش أحسن منهم، الوحيد اللي هو فعلا مميز جدا بمستواه هو محمد عبد المنعم بس، ده من وجهة نظري. تيجي تبص في الزمالك مين يستحق الانضمام بمستواه؟ تقريبا زيزو بس هو اللي ممكن تقول ينضم عشان مستواه، هتقول لي الونش، أقول لك راجع من إصابة، زي السولية في الأهلي ما هو راجع من إصابة، ما يتحكمش عليهم لأنهم الطبيعي اللعيبة المصابة أصلا ما كانتش تنضم لو في بدلة ليهم، فاللي يستحق بمستواه من الزمالك زيزو، من الاهلي محمد عبد المنعم، بس اتنين لعيبه من الاهلي والزمالك اللي يستحقوا الانضمام للمنتخب، الباقي كله مستواه سيء جدا، ده حال منتخب مصر، ده حال الاهلي، ده حال الزمالك، حال ما يصرنيش وما يصرش اي حد. قولوا لي رايكم في الكومنتات، شايفين اداء منتخب مصر هيبقى عامل ازاي في الماتشات اللي جايه؟ هل هنصعد لامم افريقيا؟ طبيعي ان احنا نصعد مجموعه سهله جدا، ولا ممكن تحصل مفاجآت كمان زي ما بيحصل مفاجآت مع الاهلي ومع الزمالك؟ بكره في حلقتين مهمين جدا، حلقه مجموعه النادي الاهلي ومجموعه نادي الزمالك، وكلام مهم هنتكلم عن المجموعه دي في حلقه لوحديها او المجموعه دي في حلقه لوحديها، وهقول لكم ايه اللي هيحصل الفتره الجايه ومين هيصعد من المجموعه ومين لا. لو لسه موجود معايا في الحلقه قول لي توقعاتك في الكومنتات، مين هيصعد هنا ومين هيصعد هنا. لايك كده الفيديو، شير على قد ما تقدر، اشترك في قناتي على اليوتيوب، فعل الجرس، فولو صفحتي على الفيس عشان يجي لك كل جديد. سلام.